يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ونشرة إخبارية رياضية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. كالعادة أكيد هيكون عندنا أخبار كتير، سواء أخبار تخص فريقنا طبعا فريق النادي الأهلي أو منتخب مصر، والحديث هيكون عليه كتير جدا، وخصوصا أن احنا مقبلين إن شاء الله على بطولة كأس العالم، وحلم كل المصريين هو أخيرا تحقق بمشاركة منتخب مصر في هذه البطولة. وإن شاء الله لو أسعفنا الوقت أنا أخبار رئيس عبد الفتاح الرئيس عبد السيسي النهارده لبعثة منتخب مصر، طبعا سواء لاعبين جهاز فني اداريين اللي ان شاء الله هيسافروا بكره لروسيا عشان يستعدوا استعدادات نهائيه لاولى مباريات المنتخب المصري امام المنتخب الاورجواياني، وهي اكيد هتبقى مباراه قويه جدا، ويمكن تكون هي دي اقوى مباراه بالنسبه لمنتخب مصر في بطوله كاس العالم او في المجموعه بالتحديد اللي بتضم طبعا منتخب مصر واوروجواي وروسيا والسعوديه. فبالتالي ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق من خلال المشاركه في بطوله كاس العالم. عندنا امال كبيره جدا للمنتخب الوطني ان هو يحقق نتائج جيده، وان شاء الله يتاهل على اقل تقدير للدور الثاني ودور ال16 من هذه البطوله، في دعوات اكيد كل المصريين لمنتخب مصر في بطوله كاس العالم. النهارده زياره اكيد كانت مهمه جدا من الناحيه المعنويه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعبي منتخب اكيد اتكلم فيها او اتكلم مع بعض لاعبي النادي الاهلي او طبعا بعض لاعبي منتخب مصر وحفزهم بشكل كبير طبعا قبل السفر لروسيا، وطلب منهم تحقيق الجهد الكبير وبذل اقصى جهد عندهم ان شاء الله عشان يؤدوا بطوله جيده ويسعدوا كل الشعب المصري اللي اكيد فرحان جدا بتاهل المنتخب اخيرا لبطوله كاس العالم. فبالتالي كانت زياره او كان استقبال مهم جدا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن هو الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب تويتايه طبعا على الحساب الشخصي الخاص به على تويتر، وقال ان هو يثق في اداره او إرادة منتخب مصر في بطولة كأس العالم. وخلينا أقول لكم التويتاية بالظبط اللي قالها طبعا السيد عبد الفتاح السيسي: بعد أيام قليلة سيخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم منافسات كأس العالم، ولذا فقد حرصت اليوم على لقاء أبطالنا. وأضاف: أثق تماما في أبناء مصر وفي إرادتهم لتحقيق الفوز ورفع اسم مصر عاليا، علينا جميعا أن ندعم المنتخب الوطني المصري. الجملة الأخيرة بصراحة جملة مهمة جدا، وخصوصا أن الفترة دي في بعض الانتقادات الكتير على المنتخب المصري وأدائه في مباريات الودية. احنا ما كسبناش ولا مباراة ودية في استعداداتنا في أو لكأس العالم، بس ده مش شيء مهم أو شيء ضروري لمنتخب مصر ان هو يفوز في المباريات الوديه، الاهم طبعا المباريات الرسميه، لكن التوقيت مش جيد ان احنا ننتقد الجهاز الفني بقياده مستر هيكتور كوبر، ننتقد اللاعبين. لازم كلنا طبعا نبقى في ظهرهم في هذه الفتره بالتحديد، وخصوصا ان احنا كان نفسنا جدا ان احنا نوصل كاس العالم، الحلم خلاص اتحقق وصلنا كاس العالم، نحاول بقى نساند المنتخب ان شاء الله عشان الفتره الجايه عشان يأدوا بشكل جيد جدا في كاس العالم. بس انا بتفائل بصراحه ان دايما لما بيبقى في انتقادات قويه لاي منتخب مصري بيشارك في اي بطوله كبيره بتبقى النتيجه عكسيه، وبنحقق ارقام جيده ونتائج جيده واهداف كويسه خلال المشاركات الدوليه بشكل عام، سواء في بطوله الامم الافريقيه بالتحديد بطوله الامم الافريقيه الاخيره يمكن وصلنا نهائي البطولة وما اسعفناش الحظ ان احنا نفوز بالبطوله دي امام المنتخب الكاميروني في النهائي. لكن قبل البطوله لو تتذكروا حضراتكم معايا كانت انتقادات كبيره جدا الاسلوب اللي بيلعب بيه مستر هيكتور كوبر، الناحيه الدفاعيه ما عندناش بلان بي الهجوم، طريقه اللعب بالنسبه لمنتخب مصر لازم يهاجم شويه، ومع ذلك وصلنا لنهائي الامم الافريقيه. الفتره دي برضو انتقادات حاده جدا للجهاز الفني، وانا شايف او يعني كل جمهور الكره المصريه اكيد ما يتمناش الانتقادات في الوقت ده سواء من الاعلاميين او من الجماهير كمان. لازم يكون في دعم قوي جدا للمنتخب الوطني بقيادة مستر هيكتور كوبر ولاعبين المنتخب المصري بقيادة طبعا نجمنا محمد صلاح، واللي ان شاء الله بنسبة كبيرة جدا هيشارك في المباراة، لو ما شاركش مع بدايتها اللي هي مباراة أوروجواي وهي أول مباراة المنتخب في المجموعة إن شاء الله، وما شاركش مع بدايتها هيشارك مع بداية الشوط الثاني إن شاء الله. فصلاح أكيد ده قيمة ولاعب مهم جدا، وإن شاء الله هيحققوا نتيجة عكسية لكل الانتقادات اللي بتوجه ليهم خلال الفترة دي، وإن شاء الله يحققوا لنا كل اللي بنتمناه، وعلى الأقل تقدير إن شاء الله نتأهل لدور ال 16 من بطولة كأس العالم.
خلينا اقول لكم ايضا النهارده طبعا زي ما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كان متواجد طبعا مستر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، ويمكن قال بعض الكلمات للرئيس عبد الفتاح السيسي وقال له اتمنى المقابله الرابعه بعد تحقيق المنتخب انجازا في المونديال. هو تقابل معاه النهارده كانت المره الثالثه، المره الرابعه بيتمناها مستر هيكتور كوبر ان هو يقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله لو حققنا انجاز كبير في المونديال. وكلنا ثقه اكيد في مستر هيكتور كوبر ولاعبي منتخب مصر ان هم ان شاء الله يحققوا انجاز كويس، ان شاء الله نحرز اهداف في بطوله كاس العالم ونؤدي اداء اكثر من رائع، وخصوصا ان اللاعبين متجانسين بشكل كبير متعودين على الطريقه اللي بيلعب بيها مستر هيكتور كوبر، وده الاهم. مش مهم يكون مثلا في تغييرات كبيره في التشكيل، لكن المهم ان يكون القوام الاساسي بالنسبه للاعبي منتخب مصر متعودين على طريقه اللعب ونفس التفكير والانسجام ما بينهم. طبعا ده شيء مميز وشيء مهم جدا في المشاركه في هذه البطوله، ده اللي ان شاء الله هيبان من خلال مباريات مصر في كاس العالم. ويمكن اصعب مباراه طبعا مباراه اوروجواي، ولو المنتخب حقق فيها نتيجه ايجابيه يعني حتى لو تعادلنا خلال المباراه دي اعتقد هتبقى فرصنا كبيره ان شاء الله في الصعود للدور المقبل. لسه مستمرين مع منتخب مصر وطبيعي لان خلاص ناقص 5 أيام على بطوله كاس العالم، فلازم هيكون الحديث كبير عن المنتخب خلال الفتره دي، والمتابعات هتبقى كبيره لمنتخب مصر، والاكيد بنتمنى له كل الدعم والتوفيق في بطوله كاس العالم. لكن خلينا اقول لكم ان تم تغيير رئيس بعثه منتخب مصر اللي هتوصل لروسيا، كان من المقرر طبعا كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره اتحاد الكره هو كان نائب رئيس بعثه منتخب مصر في روسيا، وده لحد ما يوصل الاستاذ ابو المهندس هاني ابو ريده طبعا لروسيا واللي بيعقد الاجتماعات الخاصه بالفيفا. فبالتالي تم تغيير نائب رئيس بعثه منتخب مصر في كاس العالم من كابتن مجدي عبد الغني للكابتن عصام عبد الفتاح. يمكن الاسباب كلنا تابعناها النهارده وعرفناها، لكن بشكل عام ايا كان مين اللي هيرأس بعثه منتخب مصر في كاس العالم مش ده المهم بالنسبه لنا، المهم ان شاء الله اداء المنتخب ونتائجه في هذه البطوله. بالمناسبه النهارده طبعا كان المران الاخير والوحيد لمنتخب مصر هنا في القاهره، وشارك اكيد فيه جميع اللاعبين بشكل جيد، كان في حضور طبعا بعض الجماهير لهذا المران، خصوصا المسانده اكيد زي ما اكدنا واتكلمنا مهمه جدا بالنسبه لمنتخب مصر. المران النهارده كان في استاد القاهره الدولي، وهو المران الوحيد لمنتخب مصر قبل السفر ان شاء الله والتوجه لروسيا عشان يستعدوا لبطوله كاس العالم. لكن هنحاول طبعا نجيب حد من المتواجدين في مران المنتخب عشان نقرب من صورة اكتر ونعرف اخبار المران النهارده والامور كانت ماشيه ازاي بالنسبه للاعبي منتخب مصر. دي بعض اللقطات اهي معانا محمد صلاح اهو، واكيد هتافات كتير جدا من جمهور منتخب مصر على النجم ده، واللي يمكن يعني بنتمنى له كل التوفيق في اللحاق بالمباراه الاولى امام اوروجواي، وانا اعتقد ان حالته في تحسن مستمر وتواجده اكيد هيكون مهم جدا، لان محمد صلاح يعتبر ابرز اللاعبين في العالم حاليا وبيسحب معاه مدافعين او حاجه في المباراه، فهيخفف الضغط علينا شويه خصوصا ان احنا بنلعب بطريقه دفاعيه. فتواجد محمد صلاح معرفش شارك طبعا، اللقطات لسه مش باينه معانا هل شارك في المران بشكل كامل ولا لا، لكن الجميل هو من خلال اللقطات اللي احنا شايفينها ان الجماهير كلها، وده اللي لسه كنا بنتكلم عليه، الجماهير كلها بتنادي اعضاء الجهاز الفني هو واحد واحد مستر هيكتور كوبر، وده اهم واحد لازم الراجل ده ندعمه بشكل كبير. الانتقادات دايما بتقلل من المعنويات بالنسبه للاعبي المنتخب المصري، المنظر بصراحه اكثر من رائع، اكيد الجماهير نادت على لاعب من الموجودين او البعثه اللي هتسافر مع منتخب مصر لروسيا غدا ان شاء الله. فاكيد النهارده المران كان مران مهم جدا، الاهم كمان ان هو من الناحيه المعنويه، الناحيه المعنويه اكيد كانت مهمه جدا بالنسبه للاعبي منتخب مصر زي ما احنا شايفين اهو في الصوره الجماهير، كابتن اسامه نبيه قبليه مستر هيكتور كوبر، كمان شويه هيبقى كابتن احمد ضاد باقي اعضاء الجهاز. والشد من اذر لاعبي منتخب مصر قبل خوض مباريات كأس العالم، وده أكيد نتمنى إن شاء الله يكون ده دافع معنوي إن شاء الله
لمستر هيكتور كوبر بالنسبه للاعبي منتخب مصر ان شاء الله خلال مباراه او خلال مباريات اوروجواي وايضا مباريات المنتخب بشكل عام في روسيا ان شاء الله. ده فيما يخص منتخب مصر المصري واستعداداته لبطوله كاس العالم. خلينا اقول لكم ايضا ان تمساح النيل تميمه مصر في كاس العالم، في تميمه كده معموله لمنتخب مصر واختاروا الشكل بتاع تمساح النيل، وده يمكن شكل مميز شويه او تميمه مميزه شويه واعتدنا عليها عند تصميم او عند تنظيم بعض البطولات العالميه سواء هنا في مصر او بالتحديد مش كره القدم بس، حتى كره اليد وبعض الالعاب الاخرى. ويمكن اعتقد ان هو برومو او تميمه كويسه بالنسبه لمنتخب مصر قبل خوض مباريات كاس العالم. نروح لموضوع مهم جدا وهو محمد صلاح. محمد صلاح يمكن كان ليه حديث مع صحيفة ماركا الأسبانية واتكلم فيها عن تصريحات سيرجيو راموس طبعا مدافع ريال مدريد واللي يمكن قال بعض الكلمات. خليني أقول لكم بس أن صحيفة ماركا الأسبانية استغلت وجود صلاح في طبعا في أسبانيا للعلاج وتحديد في مدينة فالنسيا عشان يشفى تماما من إصابة الكتف. لكن طبعا تصريحات سيرجيو راموس يمكن كان قال بعض الكلمات، طبعا دي صورة محمد صلاح على غلاف الماركا الإسبانية. ويمكن سيرجيو راموس قال ان اصابه محمد صلاح هو اللي كان مسك ايدي وهو اللي وقع بيا وحاجات غريبه كده كاننا ما شفناش الماتش خالص او كاننا كنا متفرج على مباراه تانية. فبالتالي قال ايضا ان محمد صلاح كان ممكن ان هو يقدر يشارك في الشوط الثاني بشكل طبيعي. طبعا محمد صلاح اكيد سخر من كلام سيرجيو راموس كلام غير منطقي بالمره يعني، وضحك على الكلام ده وقال يعني لو كده يا ريت سيرجيو راموس يقول لي انا هقدر الحق امتى اشارك في كاس العالم وهل ممكن اشارك في اول مباراه ولا لا. طبعا كلام غير منطقي جدا من سيرجيو راموس مدافع طبعا كبير ومدافع قوي من احسن المدافعين في العالم سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، لكن التصرف اللي عمله مع محمد صلاح في نهائي الشامبيونز ليج كانت نقطه مؤثره جدا في مسيره فريق ليفربول في المباراه. ومش بس دي كمان، ده كان في لقطه مع كاريوس حارس مرمى ليفربول لما ضربه في دماغه، ده اثر على اللاعب. وزي ما التقارير الصحفيه شفناها ان احدى المستشفيات الامريكيه قالت ان هو جاله ارتجاج في المخ واثر على النظر بالنسبه له، يمكن دخل فيه جونين بشكل صعب شويه سواء الاولاني من كريم بنزيما او الثالث الهدف الثالث من جارث بيل واللي احرز هدف ايضا جيد جدا في هذه المباراه. فبالتالي سيرجيو راموس هو كان بطل نهائي الشامبيونز ليج وقدر ان هو يحقق الهدف اللي هو عايزه وقدر ان هو يفوز مع فريق ريال مدريد بالبطوله رقم 13 في دوري ابطال اوروبا. لكن ان شاء الله بشكل عام الاهم نجمنا محمد صلاح، الأهم إن شاء الله هنحاول نعرف هل شارك النهاردة في المران بشكل كامل، حالته الطبية إيه، حالته المعنوية والنفسية إيه بالنسبة لمحمد صلاح، لأن إن شاء الله زي ما قلنا تواجده أكيد هيكون مهم جدا. ده طبعا كان كلامنا وحديثنا عن منتخب مصر النهاردة قبل سفره لروسيا وخوض مباريات كأس العالم إن شاء الله، وأكيد نتمنى له كل التوفيق خلال هذه البطولة ويقدر يسعد كل المصريين إن شاء الله من خلال التواجد في روسيا. لكن خليني سريعا كده نتكلم عن بعض الأخبار أو بعض المباريات الودية اللي لعبها منافسي مصر في المجموعة الأولى. خلاص المجموعة الأولى خلصت كل مبارياتها الودية سواء مصر السعودية روسيا وأوروغواي. لكن خلينا نتكلم دلوقتي أو في البداية طبعا بعد الفاصل هنتكلم عن مواجهات الفرق كلها أو الأربع فرق في المجموعة الأولى في المواجهات الودية ونتائجهم كانت عاملة إزاي. هنروح الفاصل ونرجع مرة تانية نتكلم على هذه النتائج.